بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يطع الله ورسوله فأولئك هم الفائزون، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا وجميعنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين ودعا إلى الله ببصيرة ويقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الآباء الفضلاء والإخوة الأعزاء، أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية السلم والسلام والإسلام، تحية الأمن والأمان والإيمان، تحية سكان الجنان، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أسعدها من لحظات، وما أفضلها من سويعات نجلس فيها تحت مظلة هذا المسجد العظيم الطاهر، شيئان أحلى من عناق الخردي وألذ من ماء القراح الأسود وأجل من رتب الملوك عليهم، حلل الحرير مطرزا بالعسجد، سود الدفاتر أن يكون نديمها طول الحياة وبرد ظل المسجد. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي سيرنا إلى هذا المكان لنكون تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتغمرر النفحات التي أخبرنا بها الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلكم الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور. كيف لا يهنأ الإنسان عندما يجلس وهو يستشعر في مثل هذه اللحظات حضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليرى شباب أمته، ليرى الشيوخ وهم يعمرون المساجد حبا له عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ترى ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يرى هذا الجمع المبارك ويرى هذه الوجوه الطيبة التي قد تكون هذه الجلسات يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه إلى الله فيقول: اللهم بما أن هؤلاء إخواني آمنوا بي ولم يروني ولم أحد يشاهدني، اللهم فاغفر لهم، اللهم فاجعلهم تحت لوائي، اللهم فاحشرهم معي، إنهم فضلوني على كثير من الدنيا. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يحب أصحابه وإخوانه. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أما إخواني فهم أولئك الذين يؤمنون بي ولم يروني. فهنيئا لهذا الجمع المبارك، وهنيئا لكل من تواضع لمثل هذه اللحظات ليغمره الله سبحانه وتعالى بالنفحات الإيمانية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اجتمعنا لذكرى الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الذكريات تتجدد في النفوس، ولا تتفاعل النفوس إلا مع أحب حبيب لها، ولا تنجذب القلوب إلا للذكريات التي يعشقها ويحبها ويفضلها. ومن أفضل بل هو أحب إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والحبيب عندما يتفاعل مع ذكريات حبيبه تظهر له علامات، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ هل لأولئك الذين يقيمون الاحتفالات فقط، أو يلقون الخطب المنبرية النارية، أو أولئك الذين يتغنون بالقصائد، أم ماذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا عنده أول حب، حب الله عز وجل. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإذا كنت تحب الله فاعلم بأن الله يقول: يحبهم ويحبونه. وإذا أحب الله عبده لن يخذله، وسينصره وسيعزه وسيبعد عنه جميع المصاعب في هذه الحياة، وسينير له الطريق. يحبهم ويحبونه. وأما المؤمنون الصادقون والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من الدنيا، من الرتبة، من الوظيفة، من الزوجة، من الأولاد، من السيارة، من السوق. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولكن يا ترى هذا الحب في ماذا يتجسد؟ أنا لن أخوض في هذا، فالوقت يدركني، لأني أريد أن أتحدث عن هذه السيرة. الحب الذي يريده الله عز وجل لا بد أن يظهر، وسوف أذكر موضعين تتفقد فيها أو فيهما حبك لله عز وجل. وهذا هو المؤمن، لا يؤمن ليس بمؤمن. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويذكر موضعين: الموضع الأول هو أن يكون الله في بالك في آخر اللحظات قبل أن تنام، عندما تتقلب في الفراش، فأفضل شيء عندك هو الذي تفكر فيه. إذا كنت تفكر هل تمت الخطبة وقبلت عندما ذهبت للزواج، أو أنك ستعقد الصفقة، أو أن السيارة ستشتريها، أو أن غدا مقابلة، أو أن الوظيفة غدا ماذا سيحدث فيها، آخر ما يكون عندما تتقلب في فراشك هو الله. هذا هو الموضع، تفقد هناك. هل الله عز وجل هناك معك عندما تريد أن تنام؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: واجعلهن آخر أمر لك عند النوم. والموضع الثاني عندما تستيقظ. فالذي عنده امتحانات إذا كان يجل رب الامتحانات ورب الاختبارات فإنه يتذكر ربه قبل الامتحانات،
يتذكر الله قبل أن يذهب إلى الوظيفة، يتذكر الله أول ما يستيقظ: الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي بذكره، فلولاه لم استيقظ ولم تشتغل هذه السيارة، لولاه لم استيقظ ولم أذهب إلى العمل، لولاه لم استيقظ لأسمع هل قبلت في الخطبة أم لم أقبل. فإذن هذان الموضعان تفقد فيهما حبك لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويذكر لنا بأنه ينبغي للمسلم أن يأتي بالذكر أول ما يستيقظ، بحيث يتبادر في ذهني أول ما يتبادر ويخطر في باله أول ما يخطر الله عز وجل. وهنا تأتي أيضا المحبة الثانية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علمها الكثير، وتحدثنا عنها في عدة لقاءات، واليوم تحدث في هذه السيرة عن أمر واحد، وهو أن الله عز وجل لا يقبل من الدين إلا ما كان على منهج إبراهيم عليه السلام. فمن أراد أن يكون مسلما حقا فعليه بملة إبراهيم، ومن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه بملة وطريقة وسلوك ومسلك ومنهج إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا محمد، إني لا أرضى ولا أتقبل إلا منهج إبراهيم. ولذلك جعل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام إماما للبشرية، إماما للناس: إني جاعلك للناس إماما. ومن حق الإمام أن يقتدى به وأن يسلك نفس المسلك. من أراد أن يسلك مسلكا عليه أن يسلك مسلك إبراهيم وملة إبراهيم، والله لا يرضى غير ملة أبينا إبراهيم. ولذلك من أدعيتنا في بداية هذا المساء: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم. وهل حقا أنت على نفس مسلك إبراهيم؟ وهل أنت حقا على طريقة إبراهيم، على مسلك إبراهيم؟ لننظر ما هذه الطريقة التي افترضها الله علينا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بكلمات من أوامر ونواهي فأداهن وأتمهن بأحسن وجه. ولذلك ارتضاه الله أن يكون إماما للبشرية، لأنه عرف أوامر الله والتزم بكلمات الله، أي كلمة من الله التزم بها وأتمها وأداها. ولذلك قال له: إني جاعلك للناس إماما. ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ ثم أوحينا إليك يا محمد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. نريد منك أن تتبع نفس المسلك ونفس المنهاج ونفس الطريقة، وغيرها لا أرضاه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم ويسلك مسلكا آخر ويبحث عن منهج آخر وعن طريقة أخرى غير منهج إبراهيم فقد سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ويا ترى ما هو مسلك إبراهيم؟ لنسمع سويا ما هو مسلك إبراهيم.
إبراهيم عليه السلام لما رفع شعار الدين وبدأ يدعو إلى الله وبدأ يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، قال الملك وهو نمرود كما يروى أنه هو الله، أن نمرود هو الله، وقال لحاشيته: من لم يؤمن بي فاقطعوا عنه الدقيق والطحين واقطعوا عنه الطعام ليأتي إلي ويخضع عندي. وإذا بإبراهيم بإيمانه القوي ورسوخ يقينه علم أن الله عز وجل يبتليه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه فابتلاه الله عز وجل ليرى إيمانه وحقيقة كلمة لا إله إلا الله التي يأتي بها والتي يدعو بها الناس، لا إله إلا الله، لا متصرف في هذا الوجود إلا الله، لا مغير إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مغير ومتصرف وموجد إلا الله. فماذا فعل إبراهيم لما قال النمرود لحاشيته: وانظروا إلى إبراهيم سيأتي خاضعا إلي ليطلب الطحين؟ ولما اشتد الجوع على إبراهيم وعلى أولاده وزوجه أخذ الكيس الذي كان فيه الطحين وقد انتهى وملأه ترابا ثم ربطه وجعله في ناحية ونام إبراهيم عليه السلام. فأيقظته زوجه وقالت له: يا إبراهيم قم لتأكل الخبز. فاستيقظ إبراهيم عليه السلام فقال: من أين هذا الخبز؟ قالت: من الطحين الذي أتيت به، من الطحين الذي أتيت به. وإبراهيم لم يستغرب كما يستغرب المسلمون الآن أن الله لا يستطيع أن يفعل، هم لا يقولون، ولكن حقيقة ما يوجد في قلوبهم أن الله لا يستطيع. الذي يحول العصا إلى حية لا يستطيع أن يحول التراب إلى طحين. أن الله عز وجل الذي يحول النار المحرقة إلى برد وسلام لا يستطيع أن يحول. ولذلك لا يوجد عندهم لا إله إلا الله بملء أفواههم، ولكنها لم تنزل في قلوبهم. يقولون لا إله إلا الله، لا إله مغير التراب إلى الطحين إلا الله، يتلفظون بها، لكنها إلى الآن يشكون أن الله يستطيع أن يغير هذا الحال إلى حال آخر. ولذلك أصور كثير من المسلمين ببيوت المسلمين. ما هي بيوت المسلمين؟ أصورها لكم الآن. تذهب إلى القرية وتتفقد منازل المسلمين وتجد أمام أبوابها أبواب البيوت، وفوق الأبواب: تبارك الله، ما شاء الله، هذا من فضل ربي، ادخلوها بسلام آمنين، لا إله إلا الله. ولكن بمجرد أن تفتح الباب وتذهب إلى المجلس ستجد حصانا صنم موجود على خزانة الكتب. على التلفاز هناك صنم رجل يدحرج كرة، هناك صور يعظمونها، هناك أصنام في منازلهم من دمى، هناك أصنام في بيوتهم، تماثيل صغيرة أو كبيرة. ولذلك فتش المسلمين الآن من أفواههم من الأبواب لا إله إلا الله، ولكن إذا بحثت في القلوب ستجد أن الأصنام موجودة. صنم الدنيا موجود، صنم الوظيفة موجود، لأنه ممكن أن يتنازل عن أوامر الله للوظيفة، يتنازل لابنه، يتنازل عن لزوجه، يتنازل لأجل لقمة العيش، فهو يتلفظ بلا إله إلا الله. ولكن والله
صنم المخلوقات موجود في قلوبهم. صنم، صنم الأسباب، أن المتصرف في هذا الوجود هو الأسباب، فعندهم لا إله متصرف إلا الأسباب، فلولا السبب لا يمكن أن يفعل الله، لولا السبب لا يمكن أن يفعل الله، لولا أن أتسبب أنا لا يمكن أن يفعل الله. ولذلك سيقول كثير من يسمع وتخاطبه بهذا الخطاب، سيقول هيا بنا إذن نجرب، فهم يجربون الله، يجربون المولى، يجربون الكبير المتعال. هذه هي الحقيقة. لماذا لا تدعو ربك؟ قال دعينا وتتمة الكلام، ولكن لا فائدة. لماذا لا تدعو الله عز وجل؟ أنت لا تأتي بالأبناء مدة 20 سنة، حاولت في المستشفيات هناك في الدول الأخرى، لماذا لا تدعو الله؟ قال دعوت وأنا أدعو، ما زلت لا أدعو، أدعو لكن ما، لكن لا توجد فائدة، لا توجد فائدة من دعائي لله عز وجل. لا بد لا يمكن ذلك إلا بالسبب. بل بلغ من المسلمين الأمر أنهم يفسرون القرآن بالمادة وبالسنن الكونية هي الفاعلة في هذا الوجود وليس الله، وهم من أبناء المسلمين وهم يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم ينكرون أن الفاعل هو الله وحده. بل لا بد الأسباب تشارك الله في الفعل، الأسباب تشارك الله في الفعل، ليس الله عز وجل لا يفعل، يفعل الله، لكن لولا السبب أيضا مع الله لا يمكن أن يفعل الله. فما قيمة هذا الإيمان؟ والله لا يرتضيه الله، وسنسمع بالدليل أن الله لا يريد إلا منهج إبراهيم. يا محمد ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لا يشركون مع الله الأسباب، لا يشركون مع الله السنن الكونية، لا يشركون مع الله الدنيا، بل الخالق والمتصرف والفاعل الحقيقي هو الله. وفي يوم من الأيام كنت أقول بعدما ذكرت هذا الكلام، قالت إحدى النسوة في مكان، إذن لا نحتاج نجلس في البيت وسيأتي الطعام إلينا، وهذا تجريب لله، تجريب. الأمر الأول نجرب الله نشوف، فهذا ليس بإيمان. نصيحة لوجه الله، لا بد أن يجدد هذا إيمانه. الأمر الثاني، قلت لها تصوري أني ذهبت إلى السوق وملأت سيارتي بجميع الأنواع أتضمنين وصولي إلى الدار أم أن الله سيسلط علي حادثة مرور وأخرج من هذه الحياة؟ إذن من الذي يأتي بالطعام في البيت؟ ليست أنت بل الله. ومن يظن أنه هو الذي يأتي بالطعام بسبب كده فاعلم بأنه لا يعلم لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، استغفر لذنبك. فاعلم هذه الحقيقة، أن المتصرف، أن المطعم لست أنت، ولا الوظيفة ولا الشغل ولا ما تظنه، الفاعل الحقيقي في هذا الوجود لا إله إلا الله. ولا بد هذه الحقيقة أن تأتي هنا. وحال الناس نركز مع هذه الأمثال، فالله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أتيت بصنم من ذهب، صنم من ذهب
وأقول للمسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله من أفواههم، أقول لهم: هل تعبدون هذا الصنم؟ إنه ذهب كله من أوله إلى آخره ذهب. قال: لا إله إلا الله، معاذ الله، هذا شرك، هذا لا يجوز، هذا صنم. وأسألهم: هل عينه تنفع؟ يقول: لا تنفع. هل يده تنفع؟ لا تنفع. رجله هل تضر؟ لا تضر، إنه لا ينفع ولا يضر. ولكن آتي معه بعد يومين، آتي إليه وأقول له: هذا خاتم أتيت به من السوق الآن، من سوق المجوهرات، ما رأيك هذا الخاتم؟ هل ينفع هذا الخاتم؟ قال: إنه خاتم جيد، ينفع ينفع ينفع، ويأتي بفلوس، هذا ينفع. وإذا بالخاتم تغير ذلكم الذهب الذي كانت صورته شرك، صورته شرك، الصورة الواضحة لا يعبدونها، لكن الخاتم ينفع، الذهب ينفع، المادة تنفع، الدنيا تنفع، الدنيا الدنيا والمال والذهب ينفع. ثم غيرت المثال فقلت لهم: هذا الخاتم، أنا أعلم أن هناك دولا عندما يذهب الفقير إليها كامرأة وتذهب وتلبس هذا الخاتم وتمر في الطرقات، يأتي قطاع الطرق ويقطعون يدها، فهل هذا الخاتم نفعها أم ضرها؟ وكلهم أجابوا: نعم ضرها. قلت لهم: وقعتم فيما فررتم منه، هل الخاتم يضر أم الله الضار؟ هم في الحقيقة يقولون أن الخاتم ينفع ويضر وليس الله. لا إله نافع إلا الله، لا إله ضار إلا الله. ولذلك يؤمنون أن الساحر هو الضار، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وأن الباصر هو نافع. هل هذا إيمان؟ لا إله نافع ولا إله ضار إلا الله، وأنا لا أرتضي إلا منهج إبراهيم، يا محمد لا أقبل إلا منهج إبراهيم. ومنهج إبراهيم أن اليقين التام والإيمان الراسخ الذي أرضاه هو أنه يعلم أنه لا تتحرك هذه المروحة إلا الكهرباء، لا، الله هو المحرك لها. وإذا ظن أحدهم أن الكهرباء هي وحدها فأقد أو مع الله فقد أشرك مع الله. لا بد أن تفهم هذه القضية، لا إله متصرف. أما أنك تشك وتظن أو تقول هذا مستحيل على الله، هذه مصيبة، لا يفهم، لم يفهموا لا إله إلا الله. ولذلك يا محمد اتبع ملة إبراهيم، هذه الطريقة، هذا الأسلوب، هذا المسلك الذي أريده في الإيمان بلا إله إلا الله. ولذلك جلس مدة 13 عاما ليفهم الناس معنى لا إله إلا الله. وأقول كلمة حق، لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن لا أدري هل سيستغرق مدة 13 عاما يعرفنا بلا إله إلا الله أم ماذا. وأعي ما أقول وأفهم ما أقول، ولذلك انتبهوا لكلامي. لا إله متصرف في هذا الوجود إلا الله، لا إله مطعم إلا الله، لا أحد يتدخل مع الله، لا إله منقذ إلا الله، لا إله بما حل فينا منه إلا الله، الله هو الوحيد المتصرف. حتى ما أصابكم، واعلموا أن الأمة لو اجتمعت
على أن يضروك بشيء، بقنابلهم، بأسلحتهم، بنوويهم، بكيميائيهم، بجرثوميتهم، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وآمن بلا إله إلا الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إبراهيم عليه السلام جاءه الابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه فابتلاه عز وجل بأن يترك أبناءه في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، لا ظل ولا دكان ولا مستشفى ولا جيران ولا أطعمة ولا أشربة. قال لهم هنا هذا أمر الله. وهل تفهم ما معنى هذا؟ أن دينك وأمر الله لو يأمرك أن تترك أبنائك في الصحراء يجب عليك أن تفعل ذلك، وإلا لا أرضى غير هذا المنهج. ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. لا تتنازل عن دين الله، لا يجوز لك أن تساوم في أمر الله، وإلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فترك إبراهيم عليه السلام ولده الصغير، ونحن ما هو حالنا؟ نترك أبناءنا في البيوت مع الزوجات، مع الشغالات، مع الأخوات، مع الجدات، مع الجيران، مع ونأتي لهم بالمؤن، مؤن الطحين والرز والحليب والبرتقال وأنواع من الأطعمة والأشربة. ولكن عندما نتوجه إلى الله لا يفارق الذكر ذكر الأبناء. يذهب إلى العمرة يريد أن يطوف، قبل أن يطوف يتذكر أبناءه. أنت جئت لله أم أنت المتصرف في هذا الوجود؟ أنا لا أدعو إلى تركهم ونبذهم، أنا أقول إذا توجهت إلى الله فاعلم بأن الله هو الحافظ ولست أنت. ولذلك يقع الكثير منهم عندما يذهبون إلى تلك الأماكن يزعمون أنهم متوجهين إلى الله، ولكن قلوبهم عند أولادهم وأموالهم وتجارتهم وزياراتهم. وإذا وصل إلى هناك ويتصل بهم ماذا؟ كيف الأحوال؟ وهو ترك لهم كل المؤن مو الأحوال. وإذا بالصاعقة، ولدك وقع وانكسرت يده، إنما يريد الله أن يعذبهم بها، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها. فيتعذب نفسيا هناك، لأنه يقول الله له أريد الآن أنظر إلى الحقيقة. أنت تظن أنت المتصرف، أنت الحافظ، أنت المؤكل في حفظ أبنائك، أنت المؤكل في هذه الدنيا. من منا الموكل من الله عز وجل أن يحفظ أبناءه هو؟ من منا موكل أن يؤمن حياته له ولأهله؟ ولذلك هل سيدنا إبراهيم ترك لهم أراضي؟ ويقولون الذين يقولون لا إله إلا الله، والله ما نعرف كيف أولادنا، لازم أمن لهم حياتهم، أشتري لهم أراضي، أي خلص الأراضي، أنا لازم. هؤلاء لا يعرفون الله، لا يعرفون لا إله متصرف حافظ متكفل إلا الله، لم يفهموها. إبراهيم عليه السلام أمن حياتهم، من يقول أنه أمن حياتهم بنفسه؟ ولذلك عندما يأتيه الخبر وهو في ذلك المكان أمنهم، هو على حسب نفسه أنه أمنهم. يقولون له هيا بنا، أريد أنا الآن أنظر هل ستأتي من هناك بصاروخ أو بطائرة لتعالجه، أو أنك تتعذب هناك وهو يطوف يطوف ينسى الله ويدعو فقط يا الله ولدي أحفظه، يا الله ولدي 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 ولدي. سيارتي التي احترقت يا الله يا الله يا الله، سيارتي التي غرقت يا الله، دكاني يا الله يا الله يا الله. فإذا به يعبد الدنيا ولم يعبد الله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
هذا منهج الله عز وجل الذي يرتضيه. هذا المنهج الأول، الإيمان. لما تركهم سيدنا إبراهيم عليه السلام نادته زوجه قالت يا إبراهيم، وهو لم يلتفت إليها، يا إبراهيم وهو لم يلتفت إليها، يا إبراهيم وهو لم يلتفت إليها، لأنه أمر الله عز وجل. لا، الزوجة لا تنفع هنا، أمر الله، الزوجة ولد، اسمحني، لا أستطيع، لا يوجد مساواة، حتى كلمة لا يمكن أن أتنازل. فقالت له الله أمرك بذلك؟ فهز رأسه ولم يقل نعم، خشية أن يكون هناك دخل في دينه أو في إيمانه. فلما هز رأسه قالت إذن لن يضيعنا الله، إذن لن يضيعنا الله، بإيمان راسخ قوي، إذن لن يضيعنا الله، ولولا أن توجد دكاكين، أمر الله، وأنا أمرت يا إبراهيم، أنت مأمور أن تدعو الناس إلى الإيمان وترك أبناءك هنا. هذا مثال لنفهم القضية، أنك لو في دين الله، في الدعوة في سبيل الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو كلفك الدين أن تترك أبناءك من غير راع، لو كلفك الأمر ذلك، يجب عليك أن تمتثل الأمر. هذا إبراهيم عليه السلام. فذهب إبراهيم عليه السلام، وإذا بالبلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء آخر، ابتلاء آخر. يا إبراهيم قم من نومك واذهب واذبح ابنك، اذبح هذا الابن الذي تركته هناك، الذي لم تجعل له مؤونة ولم تحفظه، وأنا أمرتك أن تدعو إلى الله، أريدك الآن أن تتخلص منه حتى لا يبقى هناك شيء يتعلق في ذهنك عن أبنائك. لا أريد، لا أريد منك ذلك، لا أريد أن تفكر في أبنائك، اذبحه وتخلص منه. ويذهب سيدنا إبراهيم وإذا بابنه يا إسماعيل، ويقبله، يا بني كيف حالك، هيا بنا نذهب إلى السعي. ولما بلغ به السعي قال له يا بني اسمع، إن الله يأمرني أن أذبحك، فانظر ماذا تقول، فانظر ماذا تريد، ماذا ترى، ماذا ستقول، أريد أن أعرف، أنا تركتك مع تلك المرأة، أنا ما ربيتك، أرضعتك أمك التي أرضعتك بلبان الإيمان، أرضعتك بلبان اليقين، التي أرضعتك بأن لا تخالف أمر الله إذا جاء، أريد ماذا تقول. قال يا أبي، يا أبتي افعل ما تؤمر، لو تريدني أن أساعدك في الذبح أساعدك في ذلك. يا الله، يا أبي، يا أبتي، هل تشاورني في هذا الأمر؟ أمر الله هذا، لا كلام ولا جدال فيه، افعل ما تؤمر، افعل، هذا أمر الله، أنا أساعدك، أنا أعينك على ذلك، أمر الله، لا يوجد فيه مساومة ولا تنازل. وإذا بإبراهيم عليه السلام الذي علمنا الله سبحانه وتعالى به أنه لو يكلفك الأمر بأن تضحي بحياتك وبأبنائك لأجل الدين فافعل، وإلا لا يرضى الله غير هذا الدين. إن لم تضحي بأبنائك في هذا الدين فإن الله لا يرضى الدين. وستسمع هذا الكلام، ما زلنا لم نسمع الآيات التي يبينها الله في كتابه المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. وإذا بإبراهيم يأخذ بالسكين ويمسك ابنه، وعندما بدأ بالذبح انقلبت السكين فرفع يديه إلى الله، يا الله ما قبلت أضحيتي، يا الله ألم تتقبلني،
يا الله ما قبلت قرباني إليك، يا الله هل أنت غاضب علي؟ وتعالوا إلى أمر المسلمين الآن الذين يقولون لا إله إلا الله، يأمرهم الإسلام بالأضحية بكبش أو بشاة، وهو يتفاخر أمام الناس أني ذبحت ثورا ووزعت اللحمة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا تظن ذلك، إنما يناله التقوى. لا يريد الله لحم ولا دم، لا يريد شاكيك ولا جواء، يريد أن تتفطن هل أضحيتك مقبولة أو غير مقبولة، هل تضحياتك للدين مقبول أو غير مقبول، تضحياتك مقبولة أو غير مقبولة، التضحيات الأضحيات في الدين هل مقبولة أو غير مقبولة. هذا منهج إبراهيم، إني جاعلك للناس إماما. وإذا به بعد ذلك يبتليه الله عز وجل بأمر آخر، وهو أن الملك يأمر حاشيته بأن يحفروا خندقا عظيما ويضرمون فيها النار، نار لا يستطيعون أن يقتربوا منها، ويرموا إبراهيم حتى وضعوه في المنجنيق. ولما كان في المنجنيق إذا برسل الله من الملائكة تنزل إلى إبراهيم لأنها تحبه، إنه خليل الرحمن، إنه النبي الكريم، إنه الرسول العظيم إبراهيم الذي يعبد الله في أرضه. والله عز وجل إذا أحب عبده فلانا نادى يا جبريل إني أحببت عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله أحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. واعلم بأن التأييدات إن كنت مقبولا تأتيك، والصدمات هناك مخالفة من لأمر الله، أي صدمة أي ضر أي عقوبة أي حزن أي بلاء، هناك مخالفة إلا ما رحم. ألا إن أولياء الله قاعدة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه هناك في الآخرة، أما في الدنيا حياة طيبة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، قاعدة هنا لا تضل إذا كنت امتثلت أمر الله عز وجل. فتنزل الملائكة إلى إبراهيم، يا إبراهيم جئنا لمعاونتك ومساعدتك ومد يد العون إليك. فاستغرب إبراهيم، لو كان من الله عز وجل لا يشاورني، لا يشاورونني وإنما يساعدونني، هل جئتم بأنفسكم أم من قبل الله؟ قالوا بأنفسنا. قال كيف، لعل لذة ديني في أن أحترق، لعل كمال وتمام إسلامي وإيماني في أن أعذب، لعل إخلاصي الحقيقي في أن أحترق في النار، ما هذا، لا أريد، لا أريد، لعل كمال وتمام وإخلاص الدين والإسلام هو أن أعذب في الدين، وأنتم تريدوني أن أخرج، تريدونني أن أخرج، لا، أنا لذتي هنا، إيماني لا بد أن أضحي، أضحي لأجل إيماني، لا بد أن أضحي بروحي حياتي كاملة لأجل إيماني، لأجل امتثال أمر الله عز وجل، لا أتنازل. وإذا بإبراهيم عليه السلام لما يقذف، أفضل أيام حياته هي عندما كان في النار، يا نار كوني بردا وسلاما، هل برد المكيفات
أم برد الأمطار؟ إنه برد من الله. هل سلام من البشر، من الملائكة، من المخلوقات؟ سلام من الله، ولذلك هي أفضل أيام حياته. فمن امتثل أمر الله ولو في ظاهره أنه سيتعذب في هذا الوجود في الدنيا، هي سعادته الحقيقية، سعادته الحقيقية في الامتثال، في الاستسلام التام، في الانقياد الكامل لله، هناك السعادة الحقيقية. هذا إبراهيم، ولذلك يقول الله: يا إبراهيم أسلم لله. قال: أسلمت لله. أسلم، أسلمت لله رب العالمين. هذا الإسلام الذي يريده الله. أسلمت جسمي وروحي، أسلمت أبنائي وزوجي، أسلمت أموالي لأجل الله، لأجل الدين الله، لأجل شرع الله. ولذلك الله عز وجل جعله إماما للناس. وهل فهمت ما معنى الإمام؟ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تصور أنك خلف الإمام، والإمام ما زال يقرأ الفاتحة، وهناك من الناس من ركع قبل الإمام. السؤال الأول: هل المأموم في الصلاة؟ هو في الصلاة. وهل الإمام في الصلاة؟ الإمام في الصلاة. السؤال الثاني: هل تصح صلاته؟ لا تصح، فهي مردودة عليه، لقد تقدم الإمام، لقد أخطأ. ولو كان في الصلاة، ولو كنت تقول لا إله إلا الله ولكن لست على منهج إبراهيم، لا تصح، لا تصح. افهم ما معنى الإمام، ما معنى القدوة. الإمام ليقتدى به، لتحذو حذوه، لتنهج منهجه، لتسلك مسلكه، لتتبع ملته، ملة إبراهيم حنيفا. ولو كنت في الصلاة ولكن تسابق الإمام تنتقض الصلاة. كنت في الصلاة ولكن تأخرت بمراحل، بحدود، بأركان عن الإمام. ولو كنت في الصلاة، في الصلاة أنت تصلي، صلاتك غير صحيحة. وكذلك في لا إله إلا الله، ولو كنت تقول لا إله إلا الله وتصلي ولكن على خلاف منهج إبراهيم، فالله لا يرضى. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. يا محمد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا هو المنهج الذي أريده، هذا الذي أرتضيه. إذا كانت الدعوة في سبيل الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، يكلفني روحي وديني وأولادي وعيالي، فلا يرضى الله ولا يقبل مني إلا أن أتبرع بها. ومن هذا المكان أقول: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أحمل هذه المجموعة أمر إصلاح المجتمع. اللهم إنهم يعلمون أنهم مسؤولون في دين الله، إصلاح البشرية بأيدينا. نعم، التوفيق من الله، ولكن يجب علينا أن نفعل. وعندما أقول بأيدينا أي يجب علينا، وإلا فإن الهداية من الله. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أبلغ هؤلاء بأنهم مسؤولون لإصلاح الشباب، لإصلاح الفتيات، لإصلاح المجتمع جميعا، لإصلاح مجتمعات المسلمين جميعا، للبشرية كلها. ومن منا غير مسؤول؟ من منا غير مسؤول في دين الله؟ من منكم غير مسؤول؟ من ليس بمسؤول في الدين؟ لا أحد يستطيع أن يقول أنه ليس بمسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون. وإذا كنت مسؤولا أرجو منك أن لا تأتي وتسألني ما هو دوري أو ما هي مسؤوليتي. فمن يسأل هذا السؤال
ما هو دوري وما هي مسؤوليتي، فهذا إلى الآن لم يفهم الإسلام. من يسأل ما هو دوري في الإسلام، ما هي مسؤوليتي في الإسلام، فهو إلى الآن لم يفهم الإسلام، لم يفهم ما معنى لا إله إلا الله، لم يفهم يعني معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا عبد الله، إنك خليفة الله في أرضه، إني جاعل في الأرض خليفة. ومن هو الخليفة؟ الخليفة الذي يقوم بالأوامر نفسها، بالأوامر نفسها. أنت تعلم أن الملك إذا ذهب لسفر أو لزيارة أو خرج وترك من ينوب عنه خليفة، هل يخالف أمره، يخالف أمر الملك، أم يتبع نفس الأسلوب والمنهج، نفس الأوامر، نفس ما يأتي به من تعاليم؟ هذا الخليفة، وأنت خليفة الله في الأرض، والله ينظر ماذا تفعل في خلافتك. استخلاف، استخلفك الله في أرضه. والإمام عندما يستخلف يستخلف من خلفه، هل يأتي بأشياء مخالفة للصلاة، أم يتبع نفس المنهج ونفس الأسلوب؟ أنت خليفة الله في أرضه، فأري لي ربك، فأري ربك كيف لا كنت خليفة حقا. كيف تكون خليفة في أرض الله عز وجل بالانقياد الكامل، بالاستسلام والإذعان التام، بالإيمان الراسخ، باليقين القوي، بامتثال أوامر الله كلها، باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا؟ وما زلت أكرر بأن مسؤولية إصلاح المجتمع بأيدي الشباب وبأيدي الشيوخ وبأيدي كل من كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو كان أعمى فهو مسؤول، لو كان أعرج فهو مسؤول، لو كان في البيت لا يستطيع الخروج فهو مسؤول، لو كان ذكرا كان مسؤولا، لو كان امرأة كانت مسؤولة في دين الله، وكل حسب طاقته. ولكن لا تنسى ملة إبراهيم، لا تنسى مسلك إبراهيم، لا تنسى طريقة إبراهيم عليه السلام، لا تنسى هذه الطريقة التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى. تمسكوا بدين الله وأروا ربكم جدارة المسؤولية التي أعطانا إياها، وحسن إكمال وإتمام الخلافة التي أمرنا الله بها، وإياكم ووساوس الشيطان وقرناء السوء الذين لا يفتؤون أبدا في إحقاق الباطل وإنكار الحق في أي زمان، إياكم وذلك. تمسكوا بدين الله واستمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظكم الله ويتكفل الله أن يعطيكم الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. هذا وعد الله، هذا وعد الله. ومن يجاهد فإنما يجاهد لنفسه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرح صدورنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكشف كروبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، يا الله يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم واحشرنا في زمرته يا الله، واجعلنا تحت لوائه يا الله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أنفسنا وأصلح ذرياتنا، اللهم أصلح أسرنا ومجتمعاتنا. اللهم اجعل الغيرة في قلوب رجالنا والحياء في وجوه نسائنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عرفنا بأوامرك وبأوامر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ويسرها لنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.